أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون فيها في باب علوم القرآن؟ كثيرة لله الحمد، في مقدمات التفاسير القديمة والكبيرة فيها علوم القرآن، وفي كتاب الإتقان للحافظ السيوطي في علوم القرآن، وفي أحكام، وفي الزركشي له كتاب في أصول التفسير، وغيرهم كثير. مذكرات كتبت في للمعاهد العلمية فيها خير، وفيها اختصار وإيجاز أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.